الصينية. تعالوا بقى نشوف اللي احنا عاملينها، الترميلة بتاعتها عاملة ازاي اهي. بصوا مرملة خالص ودايبة ولونها حلو قوي. والطعم بقى قطع بقى كده قطعة، تمام، من نص كده الصينية اهي بالشكل ده، وهطلع بقى الحتة دي واوريها لكم في الطبق. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل احلى حلو مع احلى جيجي. النهارده هنعمل طريقه عمل البسبوسه. معانا مقادير البسبوسه هتكون ايه؟ معايا نص كيلو من دقيق السميد الناعم، معايا كوبايه الا ربع من السمنه، معايا كوبايه من السكر، ويا ريت ان احنا نوحد الكوبايات كلها، معايا كوبايه من الحليب، ومعايا كمان نص كوبايه من جوز الهند المجروش، وممكن يكون ناعم زي ما تحبي. لو مش حابه تحطي جوز الهند ما تحطيش خالص، مش هتفرق معانا الوصفه ولا حاجه، بس للناس اللي بتحب البسبوسه بطعم جوز الهند. طيب معايا كمان معلقه كبيره من عسل الكلوكوز او عسل النحل او العسل التقيل. معايا كمان للتزيين معايا لوز عشان ازين بيه، بس حطاه في ميه علشان ما يتحرقش معايا، ودي حاجه مهمه. طيب مقادير الشربات بتاعنا هيكون ايه؟ معايا كوبايتين ميه عليهم كوبايه ونص من السكر، ومعايا معلقه من السمنه البلدي، ومعايا عصره ليمونه صغيره، ومعايا شويه فانيليا. طبعا احنا هنحط الحاجات دي كلها على بعض وهنسيبها. ده طريقه عمل الشربات، هنحط كل ده في كازارول وهنحطه على النار لمده 3 دقائق وبس كده اهو. ولازم يكون سخن، في سخن البسبوسه تطلع معايا سخنه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نزلت بكوبايه السكر، تمام، على النار، عايزاها تسيح وتكرمل معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه اول ما تسيح وتكرمل. ادي السكر بتاعنا اهو بيدوب بالشكل ده زي ما انتم شايفين، تمام. لازم اخليه يدوب خالص وياخد معايا لون كده فاتح مش لون غامق عشان ما يمررش معايا، تمام. هخليه بقى يسيح وارجع لكم تاني. بصوا كده اهو ساح معايا كده خالص، هشتري حاجات بسيطه وهتدوب برضو. هنزل دلوقتي بكوبايه الحليب بالشكل ده وبعيدي كده خالص، تمام، ما نخليش اطفال جنبينا عشان ما يحصلش مشاكل. كل ده هيدوب ما تقلقيش خالص، وطي النار خالص، تمام اهو بالشكل ده. ولازم تكون الحله غويطه وكبيره عشان خلي بالك بيفور، تمام اهو. اللبن طبعا لما بينزل بيفور اهو. كل ده هيسيح دلوقتي اهو، دي كلها الكتله دي هتسيح دلوقتي. خليها بقى تسيح وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى بعد ما كله ساح اهو زي ما انتم شايفين مع اللبن مفيش اي تكتلات، هنزل دلوقتي بنص كوبايه جوز الهند. وجوز الهند معاكي اختياري مش اساسي، تمام، بس بتفرق برده في الطعم البسبوسه لما بيبقى فيها جوز الهند. وهنزل بكوبايه الا ربع من السمنه بالشكل ده كده اهو، تمام. هنقلب كله كويس قوي، نخلط كله مع بعضه، تمام. بصوا انا هجيب المضرب السلك عشان اخلط، احاول اخلط كله مع بعضه اهي. هو كده كده مش مشكله، مش لازم ان هي تتدمج قوي، المهم ايه وهي سخن بقى. دي البسبوسه الجديده اللي هي بسبوسه سخن في سخن. هنزل دلوقتي بالنص كيلو بتاع دقيق البسبوسه بالشكل ده كده اهو. طبعا انا قفلت خلاص كده البوتاجاز، مفيش نار ولعه، وهدخل كله كده مع بعضه. بصي بدخل بس كله مع بعضه، انما ما بنعجنش. وبعد كده هنروح للصينيه نحطها بقى في الصينيه قدامكم، تمام. هدخلهم بس كده كلهم في بعض. ده شكلها بقى بعد ما عملنا الخليط بالشكل ده، واللون بتاعها بصوا اللون دي نيه كده مش مستويه، نيه، شايفين بقى لونها زي اجدحها حلواني في مصر. هندخلها دلوقتي الفرن. لقيت عندي كمان شويه بندق بليتهم برده وقسمتهم نصين وحطيت بالشكل ده مع اللوز بتاعنا، تمام. وهندخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه لحد لما تستوي معايا كويس جدا. الشربات دلوقتي محطوط على النار هيقعد لمده 3 دقائق، ولو برد هبتدي ان انا اسخنه وهنسقيها سخن في سخن، تمام. اول ما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. بسبوسه هي لسه طالعه كده من الفرن والشربات معايا سخن وسخن في سخن، وهنبتدي نسقي كده اهو بالشكل ده. وبعد كده بغطي عليها بحاجه وبسيبها متغطيه لمده 10 دقائق او ربع ساعه لحد ما تطرى خالص والبخار اللي بيطلع ده يكتمها خالص، وبعد كده نقدمها مع بعض. بعد ما عدى 10 دقايق بقى هنشيل الغطا بتاعها. بصوا اتشربت كلها وبقت طريه، استنى بقى تبرد ونغرفها مع بعض.
احلى بسبوسه دي بقى ولا ايه؟ بسبوسه جيجي لا يعلى عليها. تعالوا بقى نشوف طريقه العمل والمقادير ولحد الاخر لما نغرفها مع بعض. نحط لايك كتير للفيديو ويلا بينا عشان الانبهار النهارده غير عادي. يلا بينا. طلعت معايا كده من الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهي، مطلعها من الصينيه. تعالوا بقى نشوف اللي احنا عاملينها الترميله بتاعتها عامله ازاي اهي. بصوا مرمله خالص ودايبه ولونها حلو قوي، والطعم بقى لازم ادوق حكايه، حلو قوي قوي قوي. بصوا عشان تعرفوا ان هي ناجحه معاكم لازم تكون مرمله. بصوا شايفين مرمله معايا ازاي؟ طلعت معايا قطعه واحده، ما طلعتش دايبه في الصينيه اهي، قطعه واحده تمام. لما تبرد كمان هتبقى احلى واحلى واحلى. يا ريت بقى يا جماعه بالله عليكم بقى لايك كتير 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 وشير بقى، عايزاها توصل لاكبر عدد من الناس بالطريقه الحلوه دي. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر وهبهركم، يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. باي باي في فيديو جديد.